وللمزيد معنا مباشرة من معرض القاهرة الدولي للكتاب مراسل التلفزيون المصري كريم بيبرز. كريم، بعد التحية، دعنا في المشهد لديك وأيضا مدى الإقبال وفعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب. تحياتي لكم وتحياتي لجميع السادة المشاهدين. بالفعل ما زال معرض الكتاب في أسبوعه الثاني يستقبل رواده من المثقفين وأيضا من الشباب ومن الكبار ومن العائلات، إما لشراء الكتب المختلفة، إما شراء الكتب الدينية، الكتب الثقافية، الكتب المعرفية، كتب العلوم، أو حتى لي يعني مشاهدة بعض النشاطات المختلفة والمشاركة في هذه النشاطات، إما للأطفال أو حتى للشباب بشكل عام. ولكن أيضا جزء من هذا المعرض هي الندوات الثقافية والندوات التثقيفية المختلفة التي يحضرها رواد هذا المعرض. نتحدث اليوم عن واحدة من أهم الندوات، وهي ندوة استعادة طه حسين. واستعادة طه حسين ليس استعادة الشخص، ولكن استعادة الثقافة، استعادة الفكر، استعادة التنوير، استعادة بشكل عام الآراء المختلفة ومحاولات بناء الشخصيات يعني الأدبية المصرية على شاكلة طه حسين على سبيل المثال، ولكن أيضا على شاكلة الأدباء المصريين المختلفين. هذه الندوة في الصالون الثقافي التي استمرت بدأت من 11 صباحا وما زالت مستمرة حتى الآن، مقسمة على عدد من الجلسات. ولكن أيضا من أهم يعني ما جاء اليوم هي شباب أهل مصر، هذه المبادرة الرئاسية التي تجمع شباب مصر من 6 محافظات حدودية مختلفة، من مرسى مطروح، من أسوان، من الوادي الجديد، وعدد كبير من الشباب الذين يشاركوا، ما يقرب من 120 شاب وفتاة يشاركون بالفعل في عدد من النشاطات هذا الأسبوع. هذه النشاطات إما نشاطات خاصة بالقراءة، توفير كتب بأسعار رمزية لهؤلاء الشباب، أيضا مشاركة في نشاطات حرفية ويدوية، مشاركة في نشاطات ترفيهية، مشاركة في نشاطات أيضا خاصة بالموسيقى والثقافة الموسيقية بشكل عام. جاءوا اليوم بحضور وزيرة الثقافة التي أهدتهم اليوم دفعة صغيرة من الكتب، ووعدوا هؤلاء الشباب وزيرة الثقافة اليوم أن تكون هذه الكتب هي النبتة الرئيسية لبناء المكتبة الكبيرة الخاصة بهم للمستقبل. هؤلاء الشباب تحدثنا معهم وتحدثوا عن فرحتهم وروعة هذا المعرض من وجهة نظرهم، نظرا لتنوع الكتب، تنوع المعارف المختلفة، وأيضا مشاهدة هذه النشاطات. ولكن أيضا بالإضافة لشباب أهل مصر الذين يشاركون لمدة أسبوع في معرض الكتاب، هناك أيضا يعني أجنحة داخل معرض الكتاب خاصة بالكتب، وهناك أجنحة خاصة بالحرف اليدوية المصرية التي تكون موجودة في هذا المعرض. وعدد كبير من رواد المعرض بعد أن اشتروا الكتب الخاصة بهم قاموا زيارة هذه الأجنحة الخاصة بالحرف اليدوية، وبعد ذلك قاموا أيضا بالتسويق بشكل مباشر وغير مباشر للتراث والفكر المصري وما يتفق ويتسق مع فكرة الهوية المصرية التي هي بالطبع شعار هذا المعرض هذا العام. كريم، ذكرت أن هناك شباب من محافظات مصر المختلفة كانوا يشاركون وبالفعل يشاركون في هذه الندوة اليوم، الندوة الخاصة بطه حسين، لكن ماذا عن الأعمار السنية المختلفة؟ هل هناك تواجد لكبار السن وللأطفال أيضا في المعرض؟ بالطبع هناك تواجد كبير وتنوع كبير في الفئات العمرية في معرض الكتاب في نسخته 55. رأينا أطفال حتى من بداية من 3 سنوات يحضرون هنا هذه الندوات الترفيهية البسيطة، ولكن أيضا الندوات التثقيفية الكبيرة كما ذكرت مثل استعادة طه حسين. كان هناك عدد من الشباب، عدد من أيضا المختصين في الأدب العربي والأدب المصري، كان هناك أساتذة من التاريخ، أساتذة للغة العربية، أيضا بالإضافة لبعض العائلات الذين جاءوا ليحضروا هذه الندوات. بالإضافة لذلك هناك أيضا رصدنا يعني بعض الكتاب الصغيرين، هناك كتاب لي قصص وروايات صغيرة لم يتخطى أعمارهم 10 سنوات وربما 11 عاما، كانوا متواجدين أيضا اليوم ليحضروا هذه الندوات. وحسب تعبيرهم عندما تحدثنا معهم، فوجودهم في مثل هذا المعرض الدولي هي فرصة كبيرة إما لنهل عدد أكبر ونسبة أكبر من المعلومات الثقافية المختلفة التي تؤهلهم بعد ذلك لكتابات أكبر، أو حتى بشكل عام هي المشاركة، مجرد المشاركة في معرض الدولي فيتيح لهم فرصة تسويقية كبيرة لأعمالهم بشكل عام. جزيل الشكر لك كريم بيبرز، كنت معنا مباشرة من معرض القاهرة الدولي للكتاب.